الأخ علي تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يديمك ويعزك مولاي لخدمة بارك الله الإسلام فيك. والمسلمين. أشكرك. مشكور القناة على الجهود المبذولة. حياك مولاي الله. حقيقة عندي 3 أسئلة. نعم. أول سؤال، ما حكم الأموال الحاصلة من الراتب ومن التجارة والمضاربة؟ هل هي غنيمة أم فيء؟ هذا أولا. ثانيا، الزوجة المهجورة من قبل الزوج لمدة 2 سنين، هل يحق للحاكم الشرعي تطبيقها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ السؤال الثاني، عفوا السؤال الثاني علي، السؤال الثاني شنو؟ مولاي، الزوجة المهجورة من قبل الزوج لمدة 2 سنين، بلي، والزوج ما يرضى يطلقها، هل يحق للحاكم الشرعي أو المرجع أن يطلقها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار مثلا؟ الحاكم الشرعي، بني. هذا السؤال الثاني. الثالث مولاي، بالنسبة لصلاة الإجارة، بني، الحقيقة ما أعرف، بس ردت أبتهم الدليل الشرعي والعقلي أو من القرآن من السنة من العترة الطاهرة بحديث عن جواز صلاة الإجارة. مشكور، مشكور، جزاكم الله خير مولاي العزيز، أشكرك. شكرا. الله يبارك فيك، حياكم. الأخ علي يقول، ما هي الأموال الحاصلة من الراتب والأرباح والعمل، هذه غنيمة أم فيء؟ أخي الكريم، هي ليست على حال من الغنائم، الغنائم هي في الحرب، الغنائم في الحرب، وإنما هي في واقع الحال من المكاسب، المكاسب التي يكسبها الإنسان في حياته. هذه المكاسب هي حلال لا إشكال في ذلك، ولكن إذا زادت عن سنته، يعني زادت عن حاجته في سنته هذه، أنه أنا كان عندي مثلا أرباح أو رواتب مثلا 10 ملايين، وأنا صرفت من عنده 8 ملايين، بقى 2 مليون زايدات، وهالسنة هاي انقضت وأنا زاد عندي هذا المبلغ، هذا الزائد عن المؤونة السنة، يعني عن حاجة السنوية، هي من المكاسب، أو ما زاد عن الأرباح، ما زاد من الأرباح ومن المكاسب فيجب خمسها. أما هي من الفيء، الفيء ليس الفيء في الواقع هو أمر مرتبط بماذا؟ بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. والغنيمة هي التي تكون ماذا؟ من الحروب التي ماذا يخوضها الإنسان. ولكن هذا مكسب، ستسميه أن هذا المكسب ربح؟ نعم ربح، وهذا الربح يمكن لك أن تتصرف فيه ما بأي مشكلة، لا خمس ولا زكاة، إلا إذا زاد عن سنتك أو كان في واقع الحال ضمن النصاب الشرعي يتعلق به الزكاة، وإذا كان زايد عن مؤونة يتعلق به الخمس. يقول، الزوجة المهجورة اللي زوجها هجرها 2 سنين وما يقبل يطلقها، ما هل يمكن للحاكم الشرعي أن يطلقها؟ نعم، يجوز للحاكم الشرعي أن يطلقها. فالزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتقول له، يا حاكم يا فقيه، زوجي هجرني، لا هو يطلقني ولا هو يرجع لي، فأنا كالمعلقة. هنا الحاكم الشرعي يتدخل في أن يفاتح الزوج أنه إما أن تطلقها أو ترجع إليها، فهو الحاكم الشرعي يقيم الموقف ويمكن له أن يطلقها ولو لم يقبل زوجها. واضح إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث يقول، ما هو الدليل على أن صلاة الإجارة صحيحة؟ شوف أخواني، أنه الأدلة طبيعة الحال، الفقهاء لما يستدلون على القضية يقول أنه، هل يجوز الإنسان أن يأخذ الإجرة على العمل اللي يؤدي؟ أريد أنا أصلح موبايل، يجوز أخذ أجرة عليه؟ نعم، لأن تصليح الموبايل عمل محترم وعمل حلال وعمل ما في معصية، فيجوز الإنسان يأخذ أجرة عليه. أنا أبني دار، أنا أعمل في مصنع، يجوز أن أخذ أجرة على عملي لأن أنا أعمل عمل صحيح. أما أروح أعصر خمر، ما يجوز، لأن عمل عصر الخمر عمل حرام، فأخذ الأجرة على العمل حرام ما يجوز. فأدلة صحة الإجارة
وأخذ الأجرة على العمل أدلة تامة في أنه الإنسان أن يأجر شخص على فعل معين ويعطيه ماذا؟ ويعطيه أجرة. وهناك آيات في القرآن الكريم تتحدث على أنه يمكن الإنسان أن يجعل عمل، يجعل عمل إنسان أجرة وثمن لقضية معينة، أنه أنت تعمل لي 10 سنوات عندي وأنا في الواقع أجعل عملك هذا مهر لبنتي، ما في مشكلة، كما حصل بالنسبة إلى نبي الله موسى. فيمكن ذلك. فما دام الأجرة لعمل محلل فيكون ماذا؟ فيكون يكون عقدا صحيحا. نيجي نسأل العمل المحلل وهي العبادة، هل يجوز الإنسان أن يعبد الله عن شخص ميت ويقوم عمل نيابة عن شخص آخر، هذا العمل العبادي يجوز أن يأخذ أجر عليه؟ الفقهاء يقولوا لا دليل على المنع، ماكو دليل على أنه ممنوع الإنسان أن يأخذ الأجرة على العمل اللي يقوم به. أنا أصوم وصومي لله ولكن نيابة عن فلان فأخذ الأجرة على هذا الصوم، ما في إشكال. وإذا دليل شنو صار؟ إطلاقات أدلة الإجارة، أن الإجارة صحيحة، والأدلة تقول أنه كل عمل أو كل عقد أجرة يصح أخذ الأجرة عليه إلا ما كان حراما ويكون عملا محرما. أما إذا كان عملا محللا وحتى لو كان عباديا فلا إشكال في ذلك، وأخذ الأجرة عليه ما في مشكلة. الله. سيدنا عبد السعار أحمد وادي، تفضل. سيدنا أنا أشتغل بالفلوس بهذا الورق. أقول لو تبتعد عن التلفزيون وتتكلم معاي حتى أسمعك بشكل واضح. ابتعد عن التلفزيون إن شاء الله. بلي سيدنا، على مدني الفلوس نشتغل بهم بالورق. نعم. يعني بهم إشكال؟ يعني تبيع دولار بالدينار أو الدينار بالدولار؟ لا لا، الدولار بالدينار وبالآجل، يعني بالوقت، يعني بالزمن. أي يعني كل شهر مثل حسب المبلغ يكون مثل 150 هيك. واضح شهريا. واضح أخ أمير، إن شاء الله أجاوب على سؤالك. الأخ أمير سؤاله يقول أنا أشتغل بالدولار، يعني أبيع الدولار بالمدة، أبيع 1000 دولار الآن، قيمة 1000 دولار مثلا 1000 دولار 1,480,000، يقول أنا أبيع مثلا 2,000,000، 1000 دولار أبيع 2,000,000 لمدة سنة، يجوز؟ نعم يجوز، ما في إشكال. الدولار سلعة تبيعها بأعلى من قيمتها بالمدة، وكل فترة تأخذ من نفس القيمة شيء، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، والمعاملة صحيحة إن شاء الله تعالى.